عندي ثقة في الجميع، وما عنديش راهو في الموقع اللي أنا فيه يعني انحياز لأي حركة ولأي حزب. حركة النهضة اللي أنا نتعامل معها، التعامل اللي عملناه مع حركة النهضة حقق لتونس مدة لا يستهان بها من الاستقرار النسبي. وأنا نعتقد وأن حركة النهضة الآن يعني قاعدة قائمة بعمل إيجابي. هذا الدستور أنا مشاركش فيه، اللي شاركوا فيه شاركت فيه النهضة. أملي أن النهضة كعنصر بارز في مجلس نواب الشعب الآن، شو معناه؟ معناه النهضة معناه عندها دور. كل حال النهضة، حركة النهضة مع حركة النهضة، حركة النهضة.